لو محتاج تطبيق لحجب الإعلانات والإعلانات المنبثقة وملفات تعريف الارتباط على السفاري، مش هتلاقي أفضل من ويبر الإصدار الثاني، لأنه هو بيشتغل آيفون وآيباد وماك، وكمان بيديك أداء مميز جدا في حجب الإعلانات والإعلانات المنبثقة وملفات تعريف الارتباط. التطبيق سعره $5، ولكن في ناس منكم هتكسب التطبيق ده بالمجان. هقول لكم على الشروط خلال الفيديو. كل المطلوب منك ان انت هتدخل على اللينك اللي هسيبه لك تحت في الديسكريبشن، وهتنزل كده تضغط على داونلود اون اب ستور، هيفتح معاك التطبيق على الاب ستور هتنزله. بعد كده على طول هتضغط على اوبن وتفتح التطبيق. بعد كده تتاكد ان انت عامل ابديت للفلاتر بتاعه حجب الاعلانات لحد ما يجي لك ويبر از اب تو ديت، كده انت حدثت التطبيق. بعد كده هتروح على الاعدادات الخاصه بالسفاري، وهتيجي هنا تفعل بلوك ليست 1 و2 و3 و4، واهم حاجه ويبر اكسترا عشان تاخد افضل اداء لحجب الاعلانات. بعد ما تعمل كل الخطوات دي، خلينا بقى نجرب ازاي التطبيق ده بيحجب الاعلانات بشكل مميز جدا، واهم حاجه حجب ملفات تعريف الارتباط. المميز في تطبيق ويبر ان هو ما بيستهلكش من موارد الجهاز بتاعك ولا البطاريه بتاعتك لو انت بتستخدم ماك بوك. انا بستخدم الماك ميني فما عنديش مشكله مع الموضوع ده، ولكن انت لو بتستخدم لابتوب التطبيق ده هيكون مميز جدا بالنسبه لك. اول حاجه لو جينا هنا على مقال من مجله نيتشر، مجله نيتشر لو فتحت اي مقال بيظهر لك كده ملفات تعريف الارتباط. لو جينا هنا وضغطنا كليك شمال، بعد كده ويب سايت سيتنجز، وبعد كده لغينا الكونتنت بلوكر بالشكل ده، هيجيب لنا هنا ملفات تعريف الارتباط. فخلينا نفعلها، بيخفلنا على طول ملفات تعريف الارتباط. نفس الكلام ممكن تيجي هنا تضغط ضغطه مطوله كليك شمال، بعد كده ريلود وزود كونتنت بلوكر، هيحجب لنا او هيرجع لنا الاعلانات والملفات تعريف الارتباط. هتضغط مره تانية وبعد كده تعمل ريلود ويز كونتنت بلوكر، هيخفي لك الاعلانات مع ملفات تعريف الارتباط. صراحه شيء مميز جدا وسهل. انا اتمنى من المطور مع التحديثات القادمه ان يكون في اوبشن هنا ان احنا نلغي الويبر اكسترا، وكمان نعطل يعني تشغيل ويبر بشكل مباشر من الاكستنشن. ولكن انت برضو لو حابب تعطل الاكستنشن بمنتهى البساطه، بتخش على الاعدادات ومن هنا بتخش على الاكستنشن وتلغي تفعيل البلوك ليستس، وكمان عندك هنا الويبر اكسترا، كده مش هيشتغل معاك ومش هيحجب لك الاعلانات. كمان ويبر الاصدار الثاني وويبر الاصدار الاول الاثنين بيقدموا لك حجب الاعلانات بشكل مميز جدا على المواقع الخاصه بالتصفح وكمان مواقع اليوتيوب. ودلوقتي هقول لكم ازاي تكسبوا برومو كود هديه من المطور للمتابعين بتوع القناه هنا. كل المطلوب منك ان انت هتلاقي برومو كودز تحت موجوده في اول تعليق، انسخ البرومو كود وبعد كده هتروح على الاب ستور، وبعد كده هتضغط على اسمك تحت هنا وريديم جيفت كارد، هتحط الجيفت كارد اللي موجود تحت في اول تعليق. الجيفت كارد بيكون لشخص واحد لجهاز واحد ويستخدم لمره واحده، يعني الاربعه البرومو كودز الموجوده تحت هي لاربع اشخاص موجودين هنا على القناه فقط. بعد ما تعمل ريديم للبرومو كود، مبروك عليك ويبر الاصدار الثاني بالمجان هديه من المطور. وبس كده، متنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناه وتفعل الجرس وتشاركوني برايكم تحت في التعليقات. كان معكم محمود عمران ونتقابل في فيديو جديد. تحياتي، سلام.